الله مسيكم بالخير، شو اخباركم؟ عساكم طيبين. اليوم بسوي باستا وايد سهله ولذيذه وسريعه، صدق يعني وايد سريعه، تقدرون تسوونها يمكن في اقل من 20 دقيقه او نص ساعه، لكن انا مع التصوير والشرح يمكن تاخذ معاي نص ساعه بالضبط. فهني عندي صدور دياي تبلتهم ملح وفلفل اسود بس، تقدرون تضيفون اي بهارات تحبونها. عندي باستا، تقدرون تستعملون اي باستا تعجبكم، بارميزان، معجون طماط، وعندي كريمة عادية أو كريمة طبخ، فلفل مجروش، فلفل أسود، ملح، زعتر أو ثايم أو تايم، فص ثوم، وهني عندي بيزل أو ريحان فرش. اول خطوه اني بسوي الباستا، عندي ماي مغلي وملح، بنزل الباستا على ما نجهز او نطبخ صدور دياي. الحين صار وقت ان نطبخ صدور دياي. هلا اقول لكم، انا استعمل بس خليني اجيب المنقاش. اوكي، انا بالنسبه لي افضل استعمل الستانلس ستيل، يكون صراحه افضل حق الشوي، لكن في ناس وايد يواجهون فيه مشاكل. انا صار لي تقريبا 3 دقائق مخليه على نار هاديه. ومتى تعرفون ان الحراره جاهزه او صار في الحراره المناسبه؟ تحطون ماي، اذا صار بهالشكل لاحظوا شلون، هاي دليل ان الحراره مضبوطه. فخلاص الحين بطبخ الدياي. شوية زيت نباتي، تأكدوا أنها كاملة تغلفت المقلة، ننزل صدور دياي. خلاص خلوهم تقريبا 3 دقائق على كل جهة، لأن أنا قاص الصدر في النص فما بياخذ وقت وايد. الشكل كفاية، احتاج ارفع النار شوي بس. الدياي صار جاهز، الحين برفعه وبنستعمل نفس المقلة حق الباستا. في نفس المقلة بنحط زيت زيتون، بحط فص ثوم مقطع، بحط
عشان يعزز لنا النكهة. شوية فلفل أحمر مجروش حطوا على الزيت عشان النكهة تصير حلوة. بس تطلع ريحة الثوم على طول بضيف الريحان المقطع الفريش وشوية زعتر. بضيف معجون الطماط تقريبا ملعقتين او ثلاث ملاعق كبيرة. فلفل أسود شوية ملح كريمة الطبخ. بس الصوص يجهز بهالشكل كل الاشياء تمتزج مع بعض نقدر ننزل الباستا المستوية. شوية ماي الباستا عشان نسجل من الصوص. نكمل طبخ الباستا على النار. وفي النهاية بارميزان مبشور فرش.
توني جربتها ولا غلطة. أسهل منها ما في وألذ منها أكيد في، بس وايد لذيذة يعني جربوها والله صدق صدق أنصحكم تجربونها. ودي هاي بعد مستوي من داخل وجوسي، عليكم بالعافية. تقدرون تحكمون بالسبايس اللي فيها أو الحرارة اللي فيها بالكمية على راحتكم.